بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يثمثن سلام ربي في الله أربي في كغيمة السن ثلدي ضغفة السن وقيد السن تل وقيد العنوان الدرس أماكن الظرام ذي ثقفيليث لن إمسلاين والزيليث مزيث سعنا زال ذم قران اين كنيا لان ذيث شرعيث جنتي دي مغارني مزوره استقبيليث وزيلا ولكن المعنيس الزاي المعنيس مقر اين يعنان الخير ربي ذو قوالي سيناد وفعلوا الخير خدمة الخير ودينا لا ذا شر نخدم تجي مسألة مهمة زرا ما يغار خاطر كل يوم أندثي ولها ربي سبحانه كل يوم أندثي ولها ربي لا نشارك مذان حملا ذعي وني موضينا أندي لو موضين يبضنت الجنازات فدذن إلى شغالي لأن وياضي والهيثن ربي تعاونيه الليلا يوجيلا ولن وقاذي والله ربي ذفن الجوامع لن وقاذي والله ربي ذي قداشا ذي ثذرين ذي وقاذي عمل خيري يقداشا انتذرين كل يوم ندثي والله ربي وقياك يساسيني مسلين ذي الشرع أمزوارو اسم العمل الصالح ويسين اسم العمل الخيري مثلا في سورة الحج الآية 77 ربنا دو فعلوا الخير لعلكم تفلحون خذ مثل الخير وغدنا لشان نخدم كل ميسر لما خلق له سبحان الله تجي حكمة كل ميسر لما خلق له كل يوم أندثي ولها ربي سبحانه عز وجل وثاقي ذيك الفايدة أي غار باش تتكامل أعمال الخير خاطر لو كان كن من الله نور حريوث نجيها من بعد يلجواه النظن صفا ذيلين فرغن المعنيس ذي الحكمة أن ربي سبحانه إمي كل يوم مشتي ولها ربي سبحانه باش ذيل التكامل أكا أرث عمر الدونيث ذي سورة الحج الآية 77 ربنا دو فعلوا الخير خذ مثل الخير لعلكم تفلحون ذي سورة التوبة الآية 105 وقل اعملوا ذي قال خذ مثل خذ ما خذ ما الخذ ما سمحتي مثل عوض بنادم ذي الخذ ما أما ذي الفلاح ذي الشرز أما مقر أما سرتو زي لو شارم شفاحة فلاح شفاح ثوعار سهيلة راه لا داقي ثري فلاحا عاشن ماشي شفاند ماشي ذين سهلا يطيج يطيج قال السنة قالت نزرى شو يسوى يطيج نزرى شو يسوى وزغال ذغاو قاد يموتنا وكذا في اللسن يعفو ربي ذين قريحا ذين قسيحا سواطاس مرار غن مدن ستمست لا حول ولا قوة إلا بالله ولكن العزاء أثني قبل ربي شهداء سأل الله أن يتقبلهم عنده شهداء ذوقي أري السخفن القرح قرح إن يمسسكم قرح ربي اسمي قرح في سورة آل عمران إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس استقبلي ثم مرحبا استكشار ربي نقول ربي إن شاء الله الشهداء الشيقي الأمرقي أردي فكنا فوذي ولون أري صبرني مولان نصفضي من الطاون باش تظهر باللي وقاد يرغان أموثا
أسنرزق ربي الجنة ثالين وثنجال ربي من الشهداء إن جرحك المال وقذك جرحا وقذك صدورا أما ذي سبيطرة أما ذي خامل ثنشف ربي وديفك ربي شفا يكوي مضان أكن ملان ونسان ثزمرث أسيجا ربي ثزمرثيس وكني فك ربي ثزمرث نزمورث يغردني غاولاقي نغد زيكي فلاحان ذكرن تفجري ثذ ميران ما ذي الشتوى غد خيرزان يقول فذو غد ميران من بعد تجمع عند الخير النين بعد السلوثان من بعد ثم ذي ثذ زيزديان مثل عضيون في حالة حركة عمل ويروح السوق والتجارة وإلى آخره العمل ذو الخدمة يدي ساكن الشفاحة الدونيث ديني مدينة ربي وقل اعملوا خدمة الدونيث ولا إلى خرطة الدونيث ولا إلى خرطة خطر ما يثنى عمريت فدرت ثم زوالو في الدونيث من عمريت لخرث ثنجات تخلى أخام القرار ذوينا أخام القرار ماشي ذوى وقي ذخم الدونيث دار عبور الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر لذلك سيدي ربي مدينة وقل اعملوا أما غير الدونيث أم إلى خرث فسيرى الله عملكم أنو إذا مزوار وكتوالي نخذ ما ناخذ ننسى يزرع أين فرن أين ظهرا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون بعدين وستردون إلى عالم الغيب والشهادة لانفيزيبل إلى فيزيبل عالم الغيب الله ربي يزرع والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون في سورة الكهف الآية جاروث الآية 110 ربي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل ونسراجون لمقابل أن ربي فليعمل أذي يخدم ذا شر يخدم عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا المعنى يسذي يخدم الخدمة يوذم ربي باش العثافي سوري صروحارا أثيف في حرزست ربي سبحانه ذي الروج ذا ورنكفو ورنحفو أثيف ذي الأخر أثنى ذاك يتناد العمل الصالح والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا ذا شر خدمان وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أدغالغ الآية 77 في من سورة الحج وافعلوا الخير خذ مثل الخير لعلكم تفلحون في سورة البقرة الآية 148 فاستبقوا الخيرات ثم زلت ماشي كان خدم الخير لا ثم زلت وثلها ثم زلت مراثيلي غل خير ثورة قبل الأذان أديني لنت المناسبات إدي تحريك ذينا العمل الخيري مثلا تعاشر أقلاضيس عاشورة عاشورة يعني يمذانا الكثرة الغشي إذا عاشور تعشيرا والعاشورة قيد الخير سيوثن الجهة ذا الفرض العشور الزكاة الفرض تركيز في ثلاثة بعد لا إله إلا محمد رسول الله في حديث ابن عمر أدست ظليف بعد ظليف العشور الزكاة لذلك تصق مذانا من متعشرا لرزاق سن ثورة ذي الوقت انت عشور أذ عشرا وإن كان سمحتي يرث الشيوين بين قوسين أن الزكاة كل يوم من الميذا قوريس ما يوني رزقي في ربي 200 مليون ذو قور شعبان خطر إلى قص الأشهر القمرية الشهور الهجرية ماشي جانفي فيفري مارس خاطي خير عن اللي شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة محرم إلى آخره وذا قيد ليس عملية حسابية ذا قيس لي ماتيماتيك أتيد البرهان كان بعد ما يروح الطريقه يجي ولكن لانه قاعد يسعى للعذر
خدمنا قور نسند وياض يجوز هذا ما كان أثنى يفقد كيني كيني خدمة دي ديسمبر البيلان كذا في كذا كيسي دي ديتاي ونشمار دي سنت في غادينيغ أمدا بيك سل أشهر القمرية ما يولي خدمة سل أشهر أجيني أظن يعني الميلادية الشمسية لا حرج ما يولي رزقي في ضربي قور شعبان شعبان اني عدان ماشي ماشي وقي وين هو سي عدان أسنيني من ميديو زيو سكواز يساد شعبان تسكر سال 200 مليون 2.5% تسفر 5 مليون 50 ألف دينار جزائري ربع العشور يعني كل مليون 25 ألف نغ 200 مليون قسميث انت في 40 نغ 200 مليون مضروبة في 2.5 الناتج مقسوم على 100 أدفض سوى 50 ألف دينار جزائري يعني 5 ملايين أثنت فرع نتوقف لرفع الأذان. لذلك كيث مثلا لانت المناسبات إدي تحريكن في غناغ أكن من لا الحمالة من الخير السيسن تما كدننا ثاع الشورث ولكن أيث مثلا كولي ون ملميذة قوريس ملميثي دي رزق ربي يزيد سقواس أما ذوين دي رزق ربي سوذري ما ذوين يخدم تجارة عروض التجارة هذه خدمة فونتير شوي ساعة هذه خدمة القيمة بينك ساعة ذي الحانوت نغذي المحل نيك ساعة وهذه ولي شحال كذيك ساعة بخام بوذريم كذيني ساعة ذي البنكة هذه خدمة توتاليتي هذه خدمة دي سوف ربع العشور مزيانا ذاغ ما يسعى ديون عند النظام مرجوة هذه شمت الحساب يعني يزرب اللي ادسو خلصنت هذه شمت في كذا كسيد ديتاي تفاصيل على كل حال كليون دا شو تمساليك ساعة ولكن المعنى مقرنية كذا الخير منها العبد ميقع الشر رزقي سذي يزدي خطر كلمة الزكاة من معانيها التصفية والتنقية زكاة يزكو معناه رزقي كذي يزدي مرة عشر في سنات أولي كذي يزدي في ثلاثة أتزدي سي الذنوب تعفو ربي في أربعة أذي يزدي ولون إهليلا خطر سين الحمد لله الحمد لله نكوني ونضعارة أغد سمكتين إخي قرني ثقبيلي أمغاري السوال إلى مزيد سغوال أمر كان تيت سنوال إذا قد يسأل معنا بوال أغيف كربي إما السن يلدي أغيف السن هذا تفرى وحدس أغيفك ربي مسن الأرزاق معنى ما إلا إفكا ربي مسن أثن السوثر باش أغيل دين يفسن رمز العطاء أغيل دين يفسن وربي غدينا ذي القرآن وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سورة الحديد الآية السابعة ربا غدي قار أين كن دفكير سي الأرزاق خنوي نفقث صرفث ما الزكاة شويط يفكا يغدا طاسي ضي السوتر كان شويط 2.5% ثلاث الصدقة نظن الصدقة ني يوسعان المطلقة كل يون أكني يصدق يقعشر ربي ذي فارك ذي الأرزاقيس ذي الزمرثيس ذي الفاميلتيس الخير الربح ينادى ربي سبحانه ذي الآية النظام سورة الحديد الآية 19 أغدي قار حذر تتحسب باللي أتخل دم ذي الدوني ثاقي كسب ثين تفغام أما غذر زغر ولكن رب دي قار ولله ميراث السماوات والأرض سورة الحديد الآية 10 أغدي قار كل شيء ربي سبحانه ابتداء وأثناء وانتهاء صافي نكني لرزاقي قلن هريفة سن النغ سياسة زكا مؤقتا بلك ينادي سعو الباطيمة أتي ذي عاش ذيك 40 سنة بعد تيج أتي ذي جيل ورثة يسعى ثمورث يسعى ثزمورث أين يقسعى أتي ذي جين قورة الورثة ذغ الورثة ذا غد يسوى سهيد جني وياض
ويتسجدي وا هذا رحم ربي وسينا نزيك الشيخ محمد الحسين هذا رضو ربي فلاس إن يستمرث تتفدي لي مولان دايا كفا ولا ثمورث تتفدي لي مولان 1960 اكسفيس الفلاني قبليس اكسفيس الفلاني سدول سيمين سوغال على ما دنو غالسا سكوا ساكين تسيدير ثمورث تتفدي لي مولان المعنى يس انوي ذفافيس اكوام قران ذويني غادي خلقان ربي سبحانه جل جلاله ثورا دوضغ الخاتمه هذا الدين غيث مثلا الخير تسوفارس نكونوا نزرام المن مث ونزرام المن جدوني ثاقي اما السعد بين راي فرصن الوقثيس ذي الصلاح العمل الصالح فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تجي الرسالة ثم زورث ذي الخاتمة إلى قن فارس لا مر النغ ثذرث النغ ورنزريارة من المرن جدونيث أن روح أتفذو رحلة الخلود أخم القرار أثن ديهين ماشي ذاك تجي ثم زورث في السناث ذي الخاتمة أديني غيث مثلا إلا قنزر باللي ونزميرا نعمر الدوني ثكلي ونوحدس إلا قندوكل أنمي عقل ذث مثلا باش نعوان على الخير وربي ناد في سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى العبادات إلا قن معاون في الناس العبادات زر كلمة إلا تظلي نزول الجماعة ثم زورة نسعى لجر زيادة 27 درجة إنسعى خير ما يزول ينوحدس في السناف زر كان دي التراويح دي رمضان ويكزمر نذقنا غادي يتظلى يوميا غادي يتظلى قيام الليل هذه يعيو أسرزني فدا أمعنى مي وعن الله يبارك تجمعي الله يبارك هذه سعو الكوراج وذي عفظ ربي الزيادة الحيج إني تيد كان لو كان أخينا أدحجض وحدك وحدك أستوحشض تواحد السياقي ناس قثي خلف فلمة تزاير تركب الله في يوم تواحد رمكة بعد تخدم الطواف من بعد ضيما في عرفات من بعد روح المزدلفة مينا أنشتل سيندو الزمير غاري وحدي أستوحشض لذلك العبادات جماعات جماعات هذا ذيني مي ميم الأمور الدونيث أيضا ذا الزكاة الغشي مرع الشر نياك أتنقص في قليلان في مغفان في موضان المعنى يسل أغي توليه الشرع النغ غالخذمة جماعات جماعات زمارة زمارة الأمور الدونيث كيف كيف قارن مدمس مدم سوى ربي إجمذن الكمال لله أفوس دقفوس تاعكم في الزينة تفسوس يوكل مثول النغن تقفايليث أغتوليهن غالجماعة التزام الجماعة أم بعد سيدي يا ربي ما رثفك الدوني ثقياك إن شاء الله هنفذو رحلة الخلود إنذي سورة الزمر أكني تسمعوان مذي الدونيث أفوس دقفوس ثيتر ثيتس أتكشم من الجنث كيف كيف جماعات جماعات والآية واضحة ذي سورة الزمر أواخر الزمر خاصة الآية 72 وما بعدها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا زمرا يعني جماعات حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم مرحبا بسم الله سلام ونوان سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين رب ديقار أتشمم الجنة خالدين اترنلمو يعني ما شت عاشم ذي الجنة 70 سنة أدو غال مثيكلة النظام غير الدونيث خاطين ذيا ابقى على خير الدونيث لذلك
يكوي مولا الجنة فغجال ربي السيسن أذحمدناك ربي مرسل خالدين خطركم ماشي خالدين مشكل أتقلقا أشني ذا غنو على لما الدوني ثني المحنى ني ثلوفاني لا 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 صبع لا بس يعني يفرش غل أكن رسل خالدين أدنطقناك ملان أشد القرآن دي حكان الحمد لله الذي صدقنا وعده أذحمدنا ربي إجوفان سلع هذيس وربي لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد الحمد لله الذي صدقنا وعده كمل وأورثنا خطر ربي زرا بين حملك تركة ماشي ذي العيبة ماشي ذي العيبة يوم يحمل الميراث عادي سرقة سيثرقوا الحلال الأرزاق الأرزاق أن ينسي تسكن يا إما ستيذي ذي العثافي ونفغان سكسو سوذي كملتاس وسنين مدنا سيذي كملتاس إلى قضي الشروثيذي حديث صحيحة رواه أمازيغيون مسلمون 100% مقل كم كي إمغار زيك حرشن أذ سنيث شرعيف أشتي دين استقبالي حتى كيف هم الغاشي قيمة العمل ذا شو يسوى وخديم ذي شرعيف نغ ذي قبيلي وين يفغان سكسوس وذي وسنين مدنا سيذي معنى سعو القدر إلى قذي الشرو ثيذي إذن فقيت سارقا الحلال ثلاث رقا نظام دوناسيون هيبة أديسي ولا كيف كهيبة تجوز ويضي جاك التستام وصية تجوز ويضي جاك التريكة تريكة الميراث يجوز ديني مير بدي قار الميراث عاستي منوان خطر وعران ها شو سينا الحاجة محفوف تفلسي عفوربي القصيدة للموثيد يهضر صلاة في النبي الطاهر نتسان ضفاف نشفاعة فقصيطن الموث زيغ ثوعار أشحالي فرذان تسعة إقفغو يغزف العمر لابد دوز الساعة فرحمة ربي إجادة سفرو ذا فلاح فربثي ذا الدونيث ذا قذورار إجادة يروج هذا نفكاد سلمعاني استقبالي تنفهم الحمد لله فساد الموس الحرف الباء ثوفاد الهلاك للسباء ورس زمير الطباء ولكن عادي أتفهم وضوان فهم فساد الموس الحرف الجيم يكس الحروف وانت ديوارة بالترتيب يعني فساد الموس الحرف الجيم المؤمنين يتحوي جيم غرث القرآن ثهج جيم سيثمس إن شاء الله هاتسن الجيم أتمنى عمسي الحزاني أما ثمستن الدنيا أما ثمستن الآخر فساد الموس الحرف الحا ننس زيك اسميك صحا ذي بيت الله قلحا إن شاء الله دنوفك يمحى صلاة على العدناني عادي فساد الموس الحرف الذال سيسمور يليل فذال ولاش ورد يفذن وايض مديوسي ولا جليس داين لكن دينا ربي ذي القرآن وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فساد الموس الحرف الذال سيسمور يليل فذال ثلهازغ لا تسعذال الفقير كذ الغاني فساد الموس الحرف الضاء لحفظ خدم الفريضة فريضة ربينا دي القرآن سورة النساء الآية 12 آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما إبدا ولا قيس شميثي تقسفرويس فساد الموس الحرف الضاء فساد الموس الحرف الضاء لحباب خذ من الفريضة ناناس إليس يفضى إلى قصفر القاضى وما الدوني الذلفاني فساد الموس الحرف الثاء الصوريو ثهثوثا الروح يسعد المرثى لا تتسن الوراثة كل يونك يتمني كل يونا دي كونكتي إيون ستركتور إيون أرسوران طوموبيل
يون ثحنو تسني سونتر فيل ماشي فينا فينا سونتر فيل يزهر التجاره ها فساد المس الحرف الثا الصوره يوثه ثوثا الروح يسعد المرثا خاطر المرثا يقوارنا كما دفع الروح سي الجسد نكني ولا تقرا فوق مستيس يض كامل الاتصاله اثي قرا شويه وعروريس زوريس ليرني ديسكا لحصره هام الروح يروح نروح داين مالا تفغى الروح ثوار مليح إنك ولاش ستر المال الألم إيقوارنا منا ذاين مثو عامي والمقربة ذي مث إيلاق نلقنه الشهادة سنخم إفاد الكوراج ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما كنا سنقر ورتساقواد الفلاني أقلك ثالكض قريبة سمثض ورتساقواد كشدين سلم موري زميرة ديني سيميس سوق موشيس أتي ديني سوليس فساد المس الحرف الثا الصورة يوثه ثوثا الروح يساعد دل مرثا لد تسن الورثة كل يوم لكن يتمني سفروغ زيف ثورة الخاتمة تختم ربي الخاتمة إلها إن شاء الله يكو قذاك واري عشر إن شاء الله ذي قبل ربي العشر نون ذي فارك ربي ذي الإيمان نون وذي فارك ربي ذي الدريان نون ذي الزمرث نون ذي الأرزاق نون وقذا قرغان مثنث في اللسنة عفو ربي سنرزق ربي الجنة علينا إموضانة نشفو ربي جراحة نشفو ربي هناك مثل ما كن يفكر ربي السر ذي سر أو كن يفكر ربي السر ذي سر ثلاثة سر إن شاء الله أنت تبغى ميقضى أي أنت قادم ميقضى آمين آمين والحمد لله رب العالمين.